هادو غنسمي عليهم باردين الكتاف، غادي نقول عليهم جوج كلمات باردين الكتاف، حيتاش اختاروا انهم يمشيو لهاد الطريقه ديال كبيسو وهذا الشيء، حيت لقاوها ساهله كيجيب لهم الفلوس، واليوم يمشي يخدم يضرب تماره ويجيب فلوس، يعني كيلقى القوام مسلكاهم. واخا الطريقه اللي انا كنشوفها ديال البنات ديال لي لايف وداك الشيء ما عندها حتى شي معنى، انني غادي نشوف راجل كبسو صيفطوا ليا يديروا ليا، كنشوفو انا ما كيبانش ليا راجل، انا كنشوف الراجل هو اللي كيخدم كيضرب تماره خدام خدمه ديال المعقول ماشي في لي لايف. انا شخصيا غادي نجي نبروبوزي على عائلتي واحد كيدير لايف ما غيبغيوش، غيجريو عليا انا وياه. المهم خوتي اليوم غادي نطيبو كرواسون ما داخل الخبز. ويلي تحنا الطراف في الطاوه صندالة كديرها عطر دابا مشيت هي من التحت لابايو مسيمين الدراري كاع ما كيدوخو في السيفي وات قسميت ايه خنطوبنا عليها طارت من التحت وهاتي ما خوتي كرواصة كي جات دوق خوتي طيب من الكريب لا واش هذا الطاف ديال العقرب فيها الطرو مازال تياكل منها سمعت والله حتى بنين هادو صايم ما ماشي فيه ولا زعما ناضي واه فوقاش طيبو فوق الجليج فين هو الجليج يو قراي لا باس با دادو كجنوات من مكر نو تاو سيدا شوط يوسف خويا شنو عندك اليوم انا الجديد؟ خويا محمد عندي اغيفه جبان خويا ما شاء الله بانوا لي الالوان تبارك الله مونطو هربان مونطو شوف كي تباع في السماء ما شاء الله هذا فيه وري الناس وري الناس بغاو يشوفوا هاد لي مانكا وبغاو يشوفوا لي زارتيكل اللي عندي وري لي زارتيكل اللي عندنا هذا مونطو حيت محمد عندي فيه اربعه الوان عندي فيه ندير بحال مجربين فيه السحور هذا عندي فيه الزهر ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله نظرا للاقبال ديال الناس بغينا مونطو بغينا مونطو حنا سينا المونطو جبنا لكم مونطو ناضي ما فيهش خطا والثمن اخويا شحال؟ الثمن تيجي المحاول ديال المكتب لا لا الناس بغات تسمع بلا ما نقول دنيا باطمه 2024 2024 دنيا باطمه سنه سعيده 2024 دنيا باطمه سنه سعيده لا 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 كل اللوبيا والعديسه شكون غير يوقفهم الفران يلا ورك على الفران غير شويه هو الوسطاني العنموي انا ريال العنمك ويهيلي انا ريال الله ينعمك الله 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 الاخر جاب الله ما كاتبانيش انا ريال الله ينعمك المهم يفك الله غدا ان شاء الله ويحي الله وانتم ها هو خاتمتي هانتم اختي الكبيره في الخاتم ها هو الخاتم ديالي جبتو معايا والطقم راه حطيتو تما والحوايج البنات اللي كانت كتقول اللي كانوا كيقولوا بلا راه من بعد دهاز كرجع داكشي وداكشي غير اشهار داكشي راه غير على التصاور داكشي ها هو ذهبي جبتو معايا الحوايج جبتو معايا الهدايا اللي جاوني كاملين جبتو معايا وامي زين اكثر واسمح فيك ولدك واش ولدك تزوج ومراته بعدات عليك انا هو ولدك الثاني راه غادي نجيب الشطايطي وغادي نجي نجلس معاك ناقص انا غير الحاله معدنيه غنجيبش نطلقوا اللايف ولفتوا دابا اللايف دابا بحال كتجمعوا فيه بحال كتجمعوا فيه كنضربوا فيه شويه ماشي داك اللايف اللي كتعرفوا لا لا ماشي ديال الدائمين وديال الكبيس وديال ولكن كتفوجوا فيه الاول انا كنت كونطر هذه الفكره هذه في الاول كان كونتر هذه الفكره هذه ولكن منين دابا شاف القضيه فيها الفلوس ولا تيطلق الله يبانيه ما كنشوف الفيديوهات لي رياكسيون داكشي قبل داكشي تبرايش فهمتي كيطيح من النيفو ديال الراجل فهمتي كيفاش انت قبلتي انا مراتك دير معاك لايف هما اللي هما الجوز اللي بقاو عليا دير لايف هادي غنجربو فهمتيني غنجربو انا فهمتي قاطع بقاو عليا فهمتي جربوا فهمتي الوالده تدير اللايف خلينا نشوفوا 15 مليون غنوقفك لو ماشي الوالده اللي قالتها لك مراتك بوحدها غتبغي ولا ما غاديش تبغي؟ نشوف الفكره مع امك ما قلتيش تشوف الفكره نشوف الا كانوا الفلوس كيدخلوا لنا الفلوس غنطلق اللايف ما كانش كيدخلوا لنا الفلوس راه غادي نحيدها كرا
لا حتى الوالد نفذت الفكره. لا نشوف مع مراتك غادي تشوف الفكره واكيد انك لن تنفذ الفكره لانك غتجيك الفكره من بعد غتقول لا لا وانا لا فبارك هي اللي انسيستات عليا اكثر من الوالد. ولكن الوالده اللي قنعاتك لان الوالده قالت لي شوف راه الملايين هذا اجي نجربوا الفلوس هذه زيد نجربوا يا سي المصروف الناس كيدخلوا 35 مليون 17 مليون ما كنتش معايا 35 اللهم شو باقي ما كاينش لا الحمد لله باه خدمنا فيه دابا تخواصه وبين عندنا ناس ديالنا والله العظيم كتضحكي وكتفوز كتسنى فيها كي كتفوجي يقول لي كتدخلي فيها الصرفه الوالده الله يهديك كل حاجه كتضحكي وتفوجي قد اي واحد في الناكر هادي مال هادي الهلال فين جاب ذا الحارس هذا كارثه على الدوري السعودي هذا جرانديزر هذا رات عرفتوا رات اللي في الكابتن ماجد اللي 55 سد الكره يطير يحب رجل العرض هذه ها في القائم ويروح يطير برجله الثانيه على القائم صدق جرانديزر هذا كيف تبغى تسجل فيه هذا لازم تهجم عليه بكرتين عشان تسجل فيه ايش هذا الحارس خطبوط هذا ايش يسمونه مسوخ ميز عليه ودي افيدكم على المسلمين وصافي يا صاحبي سير حيبو جنة كيف ما كتساعدوا معنا متابعين الفريق مسلمي مالاش يكسبوا الحرام جايين بالكم خلوا راس المياج كيفاش دابا واحد مين تحط في الحفرة كيتسمع الصوت ديالو ما يمكنش لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل هذا الابن ديالو رافض والناس كيقولوا حتى الخبر الابن ديالو العائلة ديالو كانت رافضة هذا الابن ديالو زين حي لا معنا راه حي عند الله سبحانه وتعالى هذا الابن ديالو والطرف الاخر هو الابن ديالو انا سمعتو تنبق نعم